تمضي الحياة ويتغير شكلها باستمرار نحو مستقبل صنعناه وخططنا له بأنفسنا بعيداً عن التنبؤات. خطط ثم خطوات ثم قفزات وربما تحليق في السماء، فكلما نمت المعرفة تقدمنا وأدركنا المخاطر من حولنا فتعاملنا معها وتجاوزناها. هكذا نطمح لرؤيتنا. نسعى إلى تمكين الريادة في مجال التقنية المالية الذي نال اهتماماً متزايداً في المملكة العربية السعودية. هدفنا هو دفع الابتكار إلى فضاءات تجعل حياتنا أسهل وأسرع. سنصنع الشكل الجديد لحياتنا التي نستحقها في مخيلاتنا. مستشار آلي يوجهك لاستثمار أموالك كي لا ترهق نفسك في دراسة التزاماتك ووضعك المالي. تقنيات لاسلكية وتطبيقات ذكية تسمح لك بتحويل الأموال لعائلتك ولأصحابك أينما كانوا في ثوان معدودة. هذا هو العالم الذي تريد فينتك السعودية المساعدة في خلقه بدعم تطوير مجال التقنية المالية. في فينتك السعودية نسعى إلى شيء مختلف، أن نساهم في بناء اقتصاد رقمي وتطوير صناعة تقنية مالية تقود هذا الحراك محلياً ودولياً. المملكة العربية السعودية تملك أحد أهم اقتصادات في العالم وعضو في مجموعة العشرين، هذا ولا شك يحتم علينا دوماً مواكبة نمو وازدهار الاقتصاد المحلي. الفنتك هي أفضل تعبير لكيفية استغلال التقنية في تمكين الأعمال خاصة الصغيرة والمتوسطة، كما أن عالم الفنتك واللاد وبدون انقطاع. مفهوم الفنتك مبني حقيقة على الإبداع والتجديد. فنتك السعودية ستكون مصدر إلهام لكثير من الشغوفين بمجال التقنية المالية بتطوير المبادرات ومساعدة المنشآت المختصة وتنمية الكفاءات التي تتطلبها هذا القطاع الواعد. نعمل على بذل المزيد من الجهد في هذا المجال لبناء نظام مالي قوي ومتطور. سنكون واقعاً يعكس رؤية الوطن في التنويع والمواءمة والتحول نحو الأفضل. الثورة الصناعية القادمة تعتمد على ثورة المعلومات والتقنية، والفنتك عنصر هام لتحقيق الثورة. سينتج عن الفنتك وظائف من نوع آخر لا تعتمد على ساعات عمل أو تبادل حسي للسلع، بل مجالها هو الفضاء الافتراضي الأرحب الذي لا حدود له. فنتك السعودية امتداد للقطاع المالي يعد الأكثر استقراراً بالعالم. نطمح أن نكون مجتمعاً يدعم الابتكار في التقنية المالية ويجمع العقول العظيمة. نواجه التحديات لكن لدينا كثير من الفرص التي تنتظرنا. سنعلم أجيالنا قوة ما نعمل عليه ونحفز شبابنا للالتفات له في فنتك السعودية. ننسق، نربط، ندعم الأفكار، نمكن،